دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض ابرز واهم الاخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنستعرضها دلوقتي في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيسلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من وحدات مدينة العالمين الجديدة بتشمل الأبراج الشاطئية وحي مزارين والحي اللاتيني في احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش. النهاردة هيعقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بالقاهرة جلسة مباحثات مع ستيفان سيغورني وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. بيتناول اللقاء والمباحثات الموسعة اللي بتعقبه العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وتطورات في الشرق الأوسط. لعشاء الكرة المصرية هيكون موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري. هيلتقي فاركو مع أمبي في تمام الساعة 5:30 العصر، وفي التاسعة ليلاً هيلتقي الزمالك مع بلدية المحلة. في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر.